الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في واقع الحال هناك مجموعة حوارات، مجموعة وصايا لأئمة المسلمين مع بعض أصحابهم. بعض الأصحاب عندهم لقاءات خاصة مع أئمتهم. شوف، يجي كميل بن زياد إلى أمير المؤمنين يسولف وياه ويتكلم معه، وأمير المؤمنين عليه حال يبدأ معه حوار معين، مجموعة وصايا، مجموعة قضايا يطرحها. هذه مجموعة الوصايا، هذه مجموعة الحوارات التي تطرح في ما بين الأئمة وبين أصحابهم صافن تراث عجيب. يعني لا أريد أن أبالغ، لأن المبالغة في هذا المجال ما موجودة. لما أتكلم من دون مبالغة قطعا أنه مجموعة الحوارات ومجموعة الوصايا التي بين النبي الأعظم وعلي بن أبي طالب، بين النبي الأعظم وأبو ذر الغفاري، بين النبي الأعظم وعمار بن ياسر، بين النبي الأعظم والزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بين علي والحسن، بين علي وكميل، بين علي، هذه كل واحد من الأئمة الآن المعصومين الأربعة عشر، معصومين الأربعة عشر من نبي الإسلام وعلي بن أبي طالب وفاطمة صلى الله وسلم عليها والأئمة كلهم، وكل واحد من هؤلاء عنده عدة حوارات، عدة وصايا، عدة قضايا طرحها لبعض أصحابه. إنصافا تراث عظيم جدا، وتفتح للإنسان آفاق ولا من دراسة جامعية ولا من دراسة حوزوية بهذا الشكل، بس يحتاج الإنسان يتوجه، صافا يتوجه إلى هذه الوصايا. وإلا أمير المؤمنين لما يتكلم مع الإمام الحسن يعطي برامج، يعطي أفكار، يعطي أبعاد، يعطي أنا وين أحصل واقعاً، أين أجد من يفتح لي أفقاً في حياتي، أين أجد من يفتح لي زاوية خفية عني في حياتي العامة، حياتي الخاصة، حياتي الدينية. أئمة أهل البيت تركوا تراثاً عظيماً في هذا المجال، صافاً تركوا. سواح يقول سيدنا حسبنا كتاب الله، نعم كتاب الله فيه على أي حال تبيان كل شيء، كما هو القرآن يعبر تبيان كل شيء، هذا ماكو أي خلاف عنه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل حق، هذا ما عندنا مشكلة. ولكن أين نحن ومعارف القرآن؟ أين نحن ومعالم القرآن؟ يحتاج إلى على حال تدبر وإلى تفسير وإلى معرفة كثير من القضايا. فكلام الباري عز وجل كما يقول أمير المؤمنين، كلام الباري وكلام القرآن، في القرآن بطون، القرآن فيه بطون، وكل بطن تدخل فيه يفتح لك بطن آخر، يعني عمق، عمق في بعض الروايات 60 بطنا عمق، كل ما تدخل تشوف أكو فد قضية أخرى وهكذا. أهل البيت اللي هو العدل الآخر، العدل الآخر للقرآن، هو شكله لا فلان، لا تغيب عن أذهاننا هذه القضايا. لما النبي العظيم صلى الله عليه وآله لما أراد أن يرحل إلى بارئه إيش قال؟ إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا.
أنا تارك لكم شيئين، إذا تمسكتم بهم ما تضيعون ولا تتيهون ولا تضلون ولا تنحرفون. ما هما يا رسول الله؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لا يفترقان حتى يرد علي الحق، حتى يصير يوم القيامة. زين، إحنا القرآن جيد، كلنا ندعو الناس إلى التفسير وإلى معرفة معالم القرآن ومعارف القرآن، وجزاهم الله خير فقهائنا ومراجعنا وعلمائنا كتبوا في القرآن ما شاء الله من الكتابات، ما شاء الله من التفاسير. إنصافا قلبي يثلج، يعني صدري يحس بالراحة عندما أجد هالكم الكبير من التفاسير المختلفة والرؤى العميقة تستفيد من القرآن والسنة المطهرة. هذا أمر طيب، ولكن أنا أوجه الشباب، أوجه الأخوات والإخوة إلى أنه كلمات أئمة أهل البيت مع أصحابهم أكثر بساطة وأكثر وضوحا، ويتكلم، لأن الإمام يتكلم مع واحد عادي، يعني أبو ذر وسلمان وعليه حال جابر الجعفي وهشام بن الحكم، ذولا عليه حال أصحابهم يتكلمون معهم بطريقة عرفية. لذلك تشوف أنه نحن بحاجة. هسه أنا شفت في حوار بين نوف البكالي، نوف البكالي من أصحاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في اليوم نوف البكالي دخل للمسجد، مسجد الكوفة، شاف الإمام جالس، يقول فقلت له السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له يا أمير المؤمنين عظني، شكيت أن أرتاح إلى هالشكل أشخاص، شكيت أنا أستبشر من هالشكل عناصر، من يشوفون عالم، من يشوفون فاهم، من يشوفون إمام، من يشوفون مرجع، من يشوفون إنسان صاحب خبرة في مجال ما يوعد هالشكل يباوع له وحسب تعبيرنا يصفن بوجهه. لا، استغل مولانا، انصحونا مولانا، بينوا لنا فت قضية إذا أكو شيء. هذه إخواني استغلال للوقت. للأسف بعض الناس يجون يقعدون في مجالس العلماء ساكت، خويا ما عندكم سؤال، ما عندكم مسألة، تفضلوا، إحنا على حال ما عندنا شغل عمل، واحد يباع بوجه الثاني شو الفائدة؟ شوف بعضها لو يستحي، لو ما عنده أصلاً فكرة أو ما عنده رؤية، هذا غلط. الشاب لازم عنده أفكار وعنده قضايا بباله ويطرحها ويفكر فيها. فنوف البكالي قال له، قال يا أمير المؤمنين عظني، اعطيني موعظة. فقال يا نوف أحسن يحسن إليك، قاعدة بالحياة هاي، سوي زين الناس يسوي لك زين، أحسن يحسن إليك. فقلت زدني، اعطيني شوي أكثر من هذه، زدني يا أمير المؤمنين. فقال يا نوف أرحم ترحم. شوف الإمام هم يظهر يبين قضايا تختص بالشخصية اللي أمامه، يعني بعض الأحيان الشخصية اللي أمامي مثلا شاب جاي وأشوفه أنه شاب على حال يحتاج إلى جانب العبادي شوية أكد عليه، أقول له عليك بصلاتك، عليك بصلاتك، فإنها مثلا علي حال تسأل عنها يوم القيامة، أو أنها تصحبك في قبرك، أبين له لأنه هو عنده استخفاف بالصلاة، أو أنه يريد الزواج، أطرح له قضايا يرتبط بالزواج ونصائح في باب الزواج. هذه لابد، لأنه لكل مقام مقال، يعني لكل مورد أكو قضايا تستدعين. مع واحد في علم الذرة وعلم المدري إيش، هو أصلاً أو أنا أصلاً مو اختصاصي هذا، أو أتكلم عن الزكاة هو رجال أصلاً ما عنده فلوس حتى يأكل بيها،
زكاة هذا بحث آخر ما له ربط بهذا الشخص. هذه أيضا في القاعدة، الإنسان لما يتكلم مع الطرف، أي طرف يتكلم معه بحسب حاجته، بحسب واقعه، بحسب ما يطلب وبحسب ما يحتاج. فقلت يا أمير المؤمنين زدني، قال يا نوف قل خيرا. هناك ايش قال له أول؟ قال أحسن يحسن إليك، وتشيله لا؟ بعد ايش قال له؟ قال قل خيرا تذكر بخير. وهي قاعد قواعد اجتماعية مهمة، قواعد اجتماعية مهمة. شبابنا الآن رجاء لما تتكلم فكر أن تتكلم كلام طيب، إذا تكلمت كلام طيب ستذكر بالطيبة، ستذكر بالخير. أما تكلم كلام حسب تعبيرنا لا داعي له، كلام ما إله أساس، كلام مبتذل، كلام خارج عن الآداب، طبيعة الحال أنا شخصيا مباشر الله شاهد أكو أشخاص في بالي الآن إذا ذكروا فحش وذكروا سب ومسابب فقط يجي ذاك الشخص في بالي. ليش؟ لأن ما يعرف إلا يسب، ما يعرف إلا يشتم، صار انطباع في بالي، انطباع في بالي أنه هذا السباب، هذا الشتام. فشوف لما أنت دائما تشتم ستذكر بالشتيم، إذا أنت بس السب ستذكر بالسب، إذا أنت بس تستهزئ ستذكر بالاستهزاء، وإذا أنت تفعل الخير ستذكر بالخير. والآن جبالي أيضا لما أقول إعانة الفقراء، مساعدة الفقراء، يجبالي أشخاص هؤلاء أهل خير دائما يقدمون المعونات والوجبات الغذائية للفقراء. قال يا نوف قل خيرا تذكر بخير. فقلت زدني يا أمير المؤمنين. يظهر نوف هم حسب تعبيرنا ما يجوز حال الإمام، يريد أكثر. فقال اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. الغيبة كأنما طعام كلاب أهل النار، أهل جهنم. وبعد ذلك تكلم الإمام، تكلم كلمات مهمة إلى أن وصل إلى هذا. قال له يا نوف صل رحمك، يزيد الله في عمرك، وحسن خلقك، يخفف الله حسابك. شوفوا يربط الإمام ميزان الأعمال يوم القيامة، ميزان الأعمال اللي توزن أعمالنا وتحسب أعمالنا، يربطها بحسن أخلاق. كلما كان الإنسان حسن الأخلاق، كلما كان طيب المعشر، كلما كان إنسان على حال سليم السلوك والتصرف، يوم القيامة رب العالمين يخفف عليه في ميزان، يخفف عليه في الحساب. وهذه تكون من الأمور التي تؤثر في من في حساب الإنسان يوم القيامة. يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم القيامة. من يحب يكون مع علي بن أبي طالب؟ يلا شباب اللي يسمعوني، من يحب أن يكون مع علي؟ أنا واحد، أنا أريد أكون مع علي. طب ما الذي لابد أن أفعله؟ مشكلة إحنا مطالباتنا هواية، بس المطالبات تحتاج إلى شنو؟ إلى مقدمات، أن أقوم بعمل. وهذه بينتها في حلقة من حلقات في قناة من القنوات، قلت إحنا مطالباتنا نطالبها، بس كل مطالبة نطالب الله بها يحتاج إلى فعل من عندنا، فعل من عندنا. قال يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم القيامة فلا تكن للظالمين معين. لا تعين الظلم، لا توقف للظلم، لا تصفق للظلم، لا تهوس للظلم، لا تدافع عن الظلم، لا تحاول تبرر للظلم. مثل أن نشوف مواقع التواصل يمدحون الظالمين،
ويبررون للظالمين، يقول يا ابن ليش ليش المقابر الجماعية صارت؟ يقول إيه بعد هذا رئيس وانتفضوا عليه، خوش يسوي؟ يدي حافظ على النظام، يدي حافظ على الوضع فيقتلهم، وهي طبيعي يبرر. مع العلم هل طبيعي الإنسان حتى يحكم أكثر يقتل الشعب؟ هل طبيعي الإنسان حتى يسكت المعارضين إلى والمخالفين إلى أن يذبهم بالتيزاب، يحرقهم بالتيزاب؟ بس إحنا لما في واقع الحال للأسف يعني بعض الناس المستضعفين، أنا أستغرب واحد هو فقير ما محصل شيء وتعبان وجوعان ولا عنده بيت لا عنده وظيفة ولا عنده عمل، يدافع عن الظلمة والفاسد. أنت إيش داخل في كيسك يا أخي؟ أنت ماذا دخل في كيسك حتى تدافع عنهم؟ أولئك يأكلون ويشربون ويتهنون ويتنعمون بفسادهم بمنكرهم، وأنت تدافع عنهم يوم القيامة تحشر معهم. عجيبة هذه، يوم القيامة الله يحاسبني كما يحاسبهم. ليش؟ لأني أعنت الظالمين. يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم القيامة فلا تكن للظالمين معينة. بعدين شو يقول له؟ يا نوف من أحبنا، يلا وين أحباب الأئمة؟ من أحبنا كان معنا يوم القيامة. بعدين يقول ترى الحب كافي. إيه المحبة، هواي ناس يحبون أهل البيت، هواي ناس يحبون أهل البيت، وهل المحبة كافية؟ يقول لا، ولو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه الموالاة أن تكون معه. كيف أكون معه؟ أحبه، فإذا أحببته أطعته، فإذا أطعته كنت مواليا له. الموالاة، موالاة أهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت هي من شروط ماذا؟ شروط الإيمان كما ورد في الروايات الكريمة. بعدين يتكلم مع الشباب يقول يا نوف إياك أن تتزين للناس، تبرز زينتك وقضاياك، طبعا كلام مع النساء أيضا، تطلع تتبرج المكياج والكذا. إياك أن تتزين للناس وتبارز الله بالمعاصي، تسوي أشياء حتى تعرض زينتك، تعرض عضلاتك، تعرض جسمك، تعرض سوالفك، وهذه في الواقع تقع في المعاصي من خلال الإغراءات، من خلال الشهوات، من خلال المفاسد الأخلاقية، فتبارز الله بالمعاصي فيفضحك الله يوم يلقاه. يا نوف احفظ عني ما أقول لك، تنل به خير الدنيا والآخرة. يا نوف أنا هواية حكيت وياك، هواية تكلمت وياك، بس هاي الأمور اللي قلت احفظها، احفظها يعني شنو؟ مو أنه بس تحفظها وتكررها، لا لا، احفظها قلبا وقالبا، احفظها عملا. إذا احفظتها قلبا وقالبا تنال خير الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، يا ريت يا ريت كل يوم هيك ولو وصية من وصايا أئمة أهل البيت لأصحابهم، وصايا النبي لبعض أصحابه، نشوفها ونراجعها ونحاول أن حسب تعبيرنا نفكر فيما يقوله أولياء الله الصالحين، أنبياء الله المرسلين، حتى عسى ولعل أن نصير حسب تعبيرنا إعادة تنظيم لشؤوننا الداخلية، فرمة لهذا النظام اللي احنا حاملينه، التفكير والمنهجية والسلوك. هذا لابد ان الانسان يعيد حساباته بمراجعة معارف اهل البيت ومعالم الاسلام ومعارف الاسلام، حتى عسى الله سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل. نعم، اذا عندي اتصال تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. سيد، ما حكم المرأة الزعلانة إذا طلعت للسوق تسوق بعض الأشياء، طلعت للدكتور، ما حكمها؟ ويعني 3 أشهر أكثر زعلانة. الأخت الكريمة هي تاركة بيتها
وذاهبة إلى بيت أهلها، ولا أدري هذه الأخت هل زوجها طردها أو هي ذهبت. إذا هي طلعت بدون يعني بالزعل حسب تعبيرنا، ما يجوز، ما يجوز المرأة أن تطلع من بيتها والله لأني زعلان، أو يروح والدها يأخذها. إخواني أخواتي، رجاء التفتوا إلى هذه المسألة الشرعية. الزوجة، الزوجة بيتها، بيتها هو المكان الذي لا بد أن تكون فيه. الخروج من البيت بدون إذن الزوج فيه إشكال شرعي. إلا اللهم، هاي إلا اللهم خلوه بين قوسين، إلا إذا كان ظالم يضربها ويقتلها وكذا، هذا شيء آخر. أما أنه مجرد أنا زعلانة والله لأنه كذا أو لأنه كذا، أنا أترك البيت وأطلع، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فخروجك من البيت أختي الكريمة وأنت زعلانة لا بد من ماذا؟ لا بد من الرجوع للبيت وإن شاء الله الصلح والمصالحة. أما تقولين أنا زعلان 3 أشهر أنا في بيت أهلي وأريد أطلع للدكتورة أطلع كذا، فيجوز أو لا يجوز؟ أنت خروجك الأول هو مشكلة وخروجك الآخر أيضا مشكلة. إلا اللهم، أي إلا اللهم اسمعوها، إلا اللهم إذا كان الزوج راضي بهالوضعية، يلا تروحي لأهلك، روحي لأهلك ولا تطلعين مكان إلا للضرورة. نعم لا أشكال، ضرورة لا أشكال، أما أطلع من هنا وهناك وقعدات والسوق وما أدري التسوق، هذا في إشكال. كما تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. سيدنا ماجد انصاب شلل نصفي لفترة 5 سنوات، فإحنا نيجي صلي يتيمم عنده تربة ويتيمم، سألنا بالموضوع فقالوا لازم يتوضى وانتوا قدون تساعدونه بالوضوء. والدتي تاخذ توضي ما يقبل، يقول له أنا اتيمم ويصير، ما يقبل لفترة 5 سنوات. هسه توفى الله يرحمه، إحنا أولاده بدنا نقضي عنه. بس سؤالي يعني هو هسه هذه ال5 سنوات بذمته، يعني لو مو بذمته يعني عادي مقبول، يعني هذه الصلاة صحيحة، فإحنا ارتئينا إنه نقضي عن هذه الصلاة لأن قلنا جزية ما مقبولة، هو مو موصي، لكن إحنا برا بوالدي قلنا نصليها، ولده وبناته قالوا نصلي. على حال كلام الأخت شوية طولت في كلام هذا، أنه والدي عنده شلل نصفي وأراد أن يصلي ويتيمم ويصلي، ولكن قالوا أنه لابد أن يتوضأ لأن التيمم مو صحيح، وهو كان يتمنع وما يتوضأ وإنما يتيمم ويصلي. ولا نتوفى، شنو اللي علينا؟ أخواني، الإنسان بالنسبة إليه إذا كان التوضؤ، إذا كان الوضوء والتوضؤ ممكن وقادر، فكان يجب عليه أن يتوضأ. جاء أقول إذا كان متمكن وقادر. هذا بعد هو وربه، هو وربه. الأمور أنا ما أحسبها ولا أنتم تحسبوها، الإنسان هو يقدرها بينه وبين نفسه، أنه هو كان متمكنا من التوضؤ، متمكنا من ذلك. فإذا كان متمكن فمشكلة، لابد هذه صلواته على حال تقضى. أما إذا كان لا غير متمكن فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. نعم حيدر تفضل. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا سؤالي، احنا صلاة المسافر، نعم، احنا جايين من بغداد، نعم، فصلنا يم منطقة عباسيات، بلي، فصلي قصر لو تمام، يعني وصلت أطراف النجف، أنت راجع للنجف، وصلت أطراف النجف، بعدك ما داخل للنجف، ولكن المسافة أقل من 20 كيلو إلى النجف، وياي، فأصلي قصر وتمام، أصلي قصر وتمام، هذا سؤالك. أي. مشكور يا حيدر، مشكور. إخواني الكرام، الإنسان من يسافر صلاة قصر. زين، متى ينتهي القصر؟ يعني متى الإنسان يبدأ يصلي تمام؟ الجواب متى ما وصل إلى بلده، ما
متى ما وصل إلى وطنه. أجيب لكم مثال والتبهوا. أنا جيت من بغداد وصلت للكوفة، أنا نجفي طبعا، أنا من النجف مو من الكوفة. وصلت للكوفة وشفت جامع الكوفة وبابه مفتوح وصار وقت الصلاة، وجاي من بغداد طبعا. والكوفة عن النجف كلها 6 كيلومترات، كوفة عن النجف قريبة جدا. زين، اجيت إلى وين؟ إلى الكوفة. شو صلي؟ يلا شو صلي؟ أصلي قصر. ليش؟ سيدنا الكوفة قريبة النجف. أخي الإنسان المسافر إذا ما رجع البيت، ما رجع إلى وطنه، يعني للنجف، أوصل إلى مثلا ساحة درين، ساحة ثورة 20، هنا أنا أوصل، أنا وصلت للنجف. أما أنا بحي الصناعي بعدني مو بالنجف. واضح شيء أقول؟ يعني يدخل إلى بلده، فإذا دخل إلى بلده يصلي. بس واحد يقول أنا بحي ميسان، سيدنا بحي ميسان، حي ميسان ذاك صوب الكوفة، إذا وصلت إلى حي ميسان تصلي تمام. أما إذا بعدك عباسيات تصلي قصر. فالمسافر في رجوعه إلى وطنه يبقى يصلي قصر، يصلي قصر، يصلي قصر، إلى أن يوصل إلى بلده. قبل البلد ولو كيلومترين يصلي قصر. صار واضح؟ جيد. نعم. جنات تفضلي بابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد، شنو حكم العهد بين الاثنين يعني؟ وبعدين أنا أختلف يعني بالعهد. يعني أنت تعاهدتي على شيء وبطلتي أو خالفتي عهدك؟ سيد، إحنا تعاهدنا أنا يعني نتزوج وبعدين خالفتي أنا. واضح. سؤالك واضح، بس أقدر أسأل سؤال جنات؟ شلون سيد؟ أسألك سؤال أسأل؟ أي تفضل. أقول شلون تعاهدتي؟ يعني هيك قلتي له يا فلان ترى أنا ما أعوفك وراح وما أتزوج بواحد غيرك هالشكل؟ لو لا أي أي لو لا أي قلت سيد، يعني وصلنا للزواج، صار ظروف اختلفت يعني وعرفت، بس شنو يعني هسه متعذب من وراي، شنو حكمه؟ حرام علي حلال؟ واضح واضح جنات، حياك الله، واضح. الله يبارك فيك. الأخت جنات ومئات أو آلاف من أمثال جنات عندهم علاقات، يعني للأسف علاقات غير مشروعة، علاقات حب وارتباط. واحد يقول ليش مو مشروعة؟ طبعا ما مشروعة علاقات الحب. سواء يقول الحب حرام، الحب مو حرام، بس الحب اللي يجر إلى الحرام حرام. العلاقة اللي يجر إلى أنه تتغزل وما أدري كذا، وتثير شهوتك وهي تثير شهوتها وما أدري إيش، تتلامسون ما أدري شو يسوون، هذا ما يجوز. الحب بحد ذاته أن يكون أنا قلبي ينشد إلى، هذا مو حرام، بس ماذا يترتب على هذا الحب؟ وين يوصلنا هذا الحب؟ شنو اللي يصير من وراء الحب؟ هناك الحساب، الحساب فيما بعد الحب بكم، ملامسة، ما أدري تقبيلات، ما أدري شهوات وإثارات وتنكيتات ومغازلات، هذا حرام. واضح أخي؟ زين. الأخت تقول أنا ارتبطت بواحد وتعاهدت أن ما أتزوج غيرك. هذا التعهد تعهد اجتماعي، يعني تعهد بيني وبينه. التعهد الشرعي، اسمعوا جيدا، التعهد الشرعي يسموه العهد. والعهد إذا كانت قائلة عاهدت الله أن لا أتزوج بغيرك، أو عهد لله علي، عهد لله علي أن لا أتزوج غيرك، هذا العهد يسموه عهد شرعي. وإذا خالفته لازم تنطي كفارة. شنو كفارته؟ صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. أما أنا أدري الشباب ما عندهم هالسالفة، عاهدت الله كذا ما عندهم، أنا أموت عليك وأنا ما أعوفك وأنا كذا، يعني الكلمات الاجتماعية العرفية. هذا ليس عهدا شرعيا أختي، وإذا خالفتيه ما في إشكال، وإذا خالفتيه ما في إشكال. يقول سيدنا صارت ظروف أهلي كذا وتزوجت بشخص آخر، هو متأذي
متأذي لأنه حسب تعبير الآية الكريمة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو ظلم نفسه، ارتبط بوحدة وهو ما حاسب حساب أن هذه الواقع يطهية لما يطهية، فهو اللي ارتبط، هو اللي أذى نفسه، هو اللي. فليس عليك شيء يا أختي من ناحية والله جيت أذى. ثانيا يا جنات، جنات وياك، أنت تزوجتي لو ما تزوجتي شنو ترتبطين وتسمعين أخباره أو تتصلين به؟ ما يجوز، لا يجوز، انتهى. أنت صرت زوجة هذا الرجل، فاتصال واستخبار وما أدري إيش عن ذاك، بعد خلاص سدي الباب، أنت متزوجة، والمتزوجة لا يجوز لها أن تنفتح مع شخص آخر فيما يرتبط بالأمور العاطفية. ما يجوز يا إخوان. واحدة اتصلت قالت شنو ما شنو شنو مع شنو المانع؟ أنا متزوجة بس عندي أصدقاء شباب. عجيب، أصدقاء شنو يعني؟ أصدقاء، أصدقاء نرجيلة، أصدقاء شنو؟ ما أفهم. يقول لا يعني سوالف وكذا. لا يجوز ذلك يا إخوان. صداقات مو بريئة، يعني أريد أقول 99% من الصداقات مو بريئة، يعني مو صداقات شهوة ومحبة وما أدري إثارة وإعجابات، كلها يدعو إلى السقوط في حضن الشيطان. نعم تفضلوا. السلام عليكم. احنا الان في زمن تطور وشريحة المجتمع تقريبا 90% من عندها يمتلك موبايل، وهذا الموبايل احد تطبيقاته في النظام المنبه، فهل يتعين علينا ان نجعل منبه للاستيقاظ في الصلاة، صلاة الصبح، او هذا الشيء مو واجب علينا؟ بني ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا إن شاء الله؟ حياك الله تفضلوا. سيد، السؤال على داخل العراق. صوتك يروح ويجي ما أفهم إيش تقول. صوتك يعني. سؤال عن إيش؟ على أوضاع الوضع اللي يصير بداخل العراق. أوضاع البلد. إيش فيه أوضاع البلد؟ سيدنا يكون العراقية جاية والجماعة المشاهدين العراقي. المشاهدين أعتقد يوافقوني أنه لا يسمعوا شيئا واضحا منك يا أخ أبو عبد الله. لو تغير مكانك، لو تغير مكانك، لو تحسن اتصالك مرة أخرى. مجيد تفضل يا مجيد. مجيد تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدي. اسمعني من التليفون فقط، ابتعد عن التلفزيون. عليكم السلام. مولاي العزيز، أنا أضرب أطفال أخوي. أي؟ أضرب أطفال أخوي، وأخوي بالسجين. ليش تضربهم؟ يعني هم من يصير عليه ذنب هيكي؟ ليش تضربهم يا مجين؟ ليش تضرب؟ عن فعل سيد، يعني عن فعل أنا أضربهم. واضح يا مجيد، ان شاء الله اجاوب على السؤال. حياك الله. يرضى عنك. الله يفرج عن والدهم. الله يفرج عن والدهم. الله يرضى عنك. بي اجاوب على الاسئله. نعم علي تفضل. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. بداية الحلقة قلت إذا تكون عالم خلوه يستفسر منك، فأنا استحبيت استفسر منك. صحنا إحنا شباب مقتبل عمرنا، عمرنا عشرينات، نكون جيدين الدنيا بحياتنا. هذا شطر. وسؤال ثاني بدأت الحديث يعني إنه يكون عارفين بحق الحسين. شلون نكون عارفين بحق الحسين؟ شكرا يا علي على اتصالك وعلى أسئلتك. كيف نتعرف على حق الإمام؟ نعم عبد الله تفضل. عبد الله. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام، حياك الله سيدنا. دماغ سيد الرحمن عسكري. نعم
بس عندنا مشكلة التبرع، في إذا صار عندنا مشكلة أنا ما حصل نزول إلا أنا أدفع فلوس على الجرندين. مشكلة إيش؟ إذا صار عندنا مشكلة مثل بديت مريض شيء أنا أدفع فلوس على الجرندين مساعدة فوق وجمال. مو واضح صوتي حبيبي، أنت عندك مشكلة تنزل لبيتك تعطي فلوس للآمر حتى تنزل؟ إيه نعم، يعني المساعدة ما حصل مساعدة إلا أدفع فلوس. أعطي مالا للآمر حتى أحصل على مساعدة، أحصل على إجازة. حياك الله عبد الله، الله يبارك فيك. زين، نرجع إلى الأخ قال أنه زمن تطور وكل واحد عنده موبايل الآن وتطبيقات تنبيهات موجودة، هل يجب علينا أن نضع التنبيه للقيام لصلاة الصبح؟ الجواب إذا كان الإنسان يعلم، اسمعوا جيدا، إذا كان الإنسان يعلم أنه ستفوته صلاة الصبح بنومه فلا بد من يوقظه، لا بد من ينبهه، فلا بد أن يجعل التنبيه. فوضع التنبيه، وضع التنبيه أمر واجب على من يرى أو يعتقد أنه لو لم يضع التنبيه ستفوته الصلاة. لذلك أنا لازم أقول للوالدي قاعدني بابا، لازم أقول لأمي قاعديني ماما. إذا ما عندي لا أب ولا أم أخلي منبه ينبهني، لأن إذا أنا أنام وأدري أن نومتي نومة طويلة وما أنبه وما أطلب من الآخرين، هذا نحو من ماذا؟ نحو من الاستخفاف بالصلاة. والاستخفاف بالصلاة بمعنى أني لا أهتم بأن تفوتني أو لا تفوت. فنعم، ينبغي أخي الكريم أن تجعل التنبيه والمنبه. بس يقول سيدنا دقي المنبه ما قعدت، هذا بعد أنت معذور. النوم على حال يرفع التكليف. دقي المنبه وأنا نايم وطفيته أنت معذور، بينك ما بين الله معذور. وأنه تقعد وكذا وتقول ها ما لي خلق خلي أطفيه هسا، هناك تحاسب. ما دام انتبهت لازم تقوم للصلاة. واضح حبيبي؟ جيد. حسين الصباح تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا، شلون الأحوال؟ حياكم الله مولانا، بارك الله. السؤال بروح له. نعم. عندي ولدي وبناتي. بلي. يعني دائما يتأخرون وصلاتهم تصير قضاء. فأنا ألو. بلي أسمعك. فأنا قعدتهم بثناء الصلاة. يعني أشوفهم حتى ما متوجب واحدة، يعني من البنات مرة قعدتها للصلاة جابت لي البطانية. يتبارك شو تسوي بيها؟ الظاهر تخاف من عندي، يعني هسه شنو قعدتهم ما قعدتهم ما وديق. يعني شنو عفوا البنيه سوت جابت بطانية شنو يعني؟ اي ما تدري بنفسها، يعني قاعده لقمه الوحده من قعدتها للصلاه جاب البطانيه الي. يعني الظاهر يعني هي هسه توقف انه تأدي الصلاه انه تخاف من ابوها. صحيح. أيوة الله يحفظهم جابة. الله يحفظهم لك يا سيدنا، الله يحفظهم يجعلهم أولاد خير وعافية لك إن شاء الله تعالى. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله، السلام عليكم. سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ الله حياك الله تفضل. سيد، أنا عندي سؤال حول الاتجاهات الصينية، يعني أريد رأيكم فيها. خلي على الأربيس لأن صوته مو واضح عندي. علي خلي على الأربيس خلي أسمعه. تفضل. نعم سيدنا. ايه؟ عندي سؤال حول رأي المرجعية ورأيكم حول الاتفاقية الصينية. هاي الاتفاقية الصينية يعني مستقبل العراق، مستقبل الأجيال القادمة. بني. أريد رأيكم فيها، ويا حبذا تكون الحكومة العراقية على هذا الشيء. واضح يا أبو عبد الله، أنا أشكرك على حرصك على البلد، حرصك على مستقبل الأمة، مشكورين. الله يعطيك العافية أبو عبد الله، حياك الله. نعم أبو علي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرارة حاكي جهالي، أنا مال الصلاة عمر واحد بالأول متوسط واحد بالسادس ابتداء. بلي. إيه، وهذا شيء ما لمود الصلاة وأصيح عليهم أمرار أضربهم أقول لهم راح أصلوا بالإمام يمنى الإمام أحمد بن علي أنا بالبصرة بني. ما يصلون هم ويحصلوا يا أمرار للدراسة ما أضربهم أمرار أتعصب وهذا
خلون شنو يحكم هاي الشرعي؟ واضح أبو علي سؤالك واضح، ولكن أرجوك أن تسمع اللي راح أقوله، أرجوك أن تسمع اللي راح أقوله. مشكور إن شاء الله. عندي وقت يا أخي بعد أعتقد، ها يلا أعطيني اتصال. زين أنا خل أجاوب، إذن خل أجاوب. الأخ مجيد يقول أنا أخوي في السجن، الله يفرج عن كل سجين مظلوم بحق محمد وآل محمد، قولوا آمين جزاكم الله خير. يقول أخوي في السجن وأولادي أضربهم. ليش تضربهم؟ يقول يعني يستدعي أضربهم حتى أدبهم. شوف أخي الكريم، وهذا الكلام قد يستفيد من عند الأخ أبو علي لآخر متصل. شوف أخي، الضرب ليس حلا وحيدا، بل قد يكون أسوأ الحلول. إحنا لما نريد نربي أولادنا من الطرق، ولكن أسوأ الطرق. ليش؟ لأن في واقع الحال يولد بعض المشاكل وبعض الآثار وشخصية الأولاد في المستقبل، راح شنو تأثر في مجمل حياتهم. أنا جيت دكتورة وأستاذة بالجامعة، قالت سيد تدري أنا أريد أبوح لك بشغلة. قلت تفضل دكتورة. قالت أنا الآن مو دكتورة وأستاذة وعندي طلبة بالمئات وأدرس طب، زين، بس سيدنا الآن أنا عندي في مشاكل في داخلي في قلبي ومؤثر على سلوكياتي من تصرفات والدي بأيام طفولتي في صف الثالث أو قالت بالمتوسطة، أيام المتوسطة والدي يتصرف معي بعض التصرفات، مثلا ضبطني زايد أو أنه خوفني أو أنه حذرني، ذيك الخوف إلى الآن ومؤثر على مجمل تصرفاتي. حتى تقول أنه لما إذا أسوي عمل معين ذاك الخوف يخليني أتردد، إذا أسوي محاضرة ذاك الخوف يخليني أنكذا. فأيها الأحبة، التخويف والضرب بهذا النحو ليس حلا صحيحا أيها الأحبة. والله ما أدري شنو أقول، يعني هذا الأسلوب الموجود في العراق، الضرب بشكل مبرح، هذا غير صحيح. لا بد الإنسان أن يجد طرقا أخرى، وأفضل الطرق في تربية الأولاد أفضل طرق التقرب إلى قلوبهم، أن أكسب قلوب. إذا كسبت قلب ابنك، إذا كسبت قلب بنتك، خلص ملكتهم. أسألكم سؤال وقد الوقت يروح علي، بس سؤال، ذول اللي يحبون بعضهم الثاني، واحد يراعي الثاني، واحد يرضي الثاني، واحد يحاول أن شنو، يحاول أن لا يغث الثاني، يغثه يعني لا يزعل. ليش؟ لأن يحبه، يريد يزعل، يحبه، لذلك اللي يريده يسويه. هاي مشكلة طبعا في هالعلاقات التعبانة بين الأولاد والبنات والآباء والأمهات. الأم إذا كسبت قلب بيتها خلص، بعد ما حد يقدر يعني يخليها مطيع، لأن بنتي لما تحبني تريد ترضيني، لما تريد ترضيني يعني تطيعني. فتقربوا إلى قلوب أولادكم، اكسبوا قلوب أولادكم، كسب قلوب أولادكم سهل جدا جدا جدا، والله أسهل ما يكون أن أكسب قلب أولادي. شلون؟ بالإحسان إليهم، الضحكة في وجوههم، في أن أحضنهم، في أن أقبلهم، في أن أنام عندهم، في أن أخذهم والبعض. شوفوا
واجبات، بس يقول استاذي يقدرني، استاذي يحترمني، استاذي يهتم بي. شوفوا، فارجو هذا الاسلوب خلي نتبعه، عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعل اولادنا بخير. الاخ علي يقول في بدايه الحلقه قلت انه استفيدوا من العلماء، لما تروحون العلماء استفيدوا من عندهم. شنو نصيحتك ان يريد الاخ نصيحه؟ حبيبي انا كل برنامجي هذا كانت هناك نصائح امير المؤمنين صلى الله وسلم عليه بينتها، واهم نصيحه اقولها ما دام انت طلبت نصيحه، اهم نصيحه ارجوكم ان تسمعوها، ان هذا 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 الموبايل ان لا يكون كل شيء بحياتك. هذا اكبر نصيحه الان، هذا ترى مو كل شيء بحياتك، هذا مو الحق، هذا مو الصدق، هذا مو القيم، هذا مو الاخلاق. احنا لازم نبحث عن الاخلاق والقيم والحق والصدق، هذا يخرب بيوت. شباب شباب شباب، ابتعدوا كثيرا عن هذه، ولا تعتبرونه على انه ماذا، على انه حسب تعبيرنا المرشد والمنبه والمعلم والحق. لا ابدا، هذه مجموعه خزعبلات وتفاهات وإشكالات وإغراءات وما إلى ذلك. نصيحة إن شاء الله تعالى أحفظها يا أخي. يقول كيف نتعرف على أننا نؤدي حق الإمام؟ مو عندنا رواية. شلون أعرف أنا حق الإمام؟ سألوا الإمام الصادق شلون أعرف حق الإمام؟ قال أنت كيف أعرف حق الإمام حق معرفته؟ قال أن تعرفه أنه إمام واجب الطاعة. إذا عرفت أن إمام واجب الطاعة فقد عرفت الإمام حق معرفته. خب إذا إمام واجب الطاعة أعصيه؟ لا، لابد أن أطيعه. فمن زار الإمام عارفا بحقه وأنه إمام مفترض الطاعة فقد عرف الإمام حق معرفته. عبد الله يقول عسكري وعندي مشكلة وأريد أنزل للبيت، والآمر يقول اعطيني فلوس حتى أعطيك إجازة. على أي حال، نظام الإجازات أنا ما أعرفها شنو، ولكن هذا فساد وأشرنا إليه في عدة حلقات. هذا الفساد موجود بين الضباط والآمرين، عسى الله سبحانه وتعالى يحل ويصلح هذا الأمر. وأقول صدقا إخواني، الأسبوع الماضي إجاني تليفون، تذكروا له؟ لا بس ما أدري رقم الأخ اللي خابرني من هو، ولكن إجاني تليفون أنه سيدنا إحنا في الدفاع وعندنا مشكلة، عندنا مشكلة. ونعم الأخ عباس قال أنا بوزارة الدفاع ما يعطوني حقي وما يرقوني، تذكرون؟ وأنا تكلمت كلام شوية حسب تعبيرنا شوية قاسي، مو قاسي كلش، قلت نعم الوزارة فيها مشاكل. اتصلوا علي كبار الوزارة، كبار الوزارة، أنه سيدنا إحنا مستعدين نبين كذا، ترى أكو تهويل أكو كذا. أنا قلت على حال أنا مواطن وأحب وطني، أحب شعبي، أحب الاستقرار بلدي. أنا مو إنسان أريد أقلب الناس على المؤسسات الرسمية أبدا. وما وضحتوه يا إخواني يا قادة يا كبار يا جنرالات اللي خابرتوني، قلتوا احنا ترى كذا، يلا يا الله نريد تحلون هالمسائل هاي. شلون تحلوها؟ ما أدري، تخلون بريد إلكتروني لأي واحد عنده مشكلة يواصلها معاكم، تخلون صندوق شكاوى خاصة بينكم وبين المنتسبين اللي يوصلون لكم المخالفات، ما أعرف. أنتوا قعدوا فكروا كيف نضبط الأمور، وضبط الأمور ممكن بس يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى إرادة. وأنا بعد ما تكلمت وخابروني الكبار قالوا سيدنا ترى مو هالشكل، طلع واحد هم رائد قال أنا عندي أسرار وكذا، بس إذا أشوف قائد القوات. إلى الآن الرجال يضربوا بيته بالأسلحة وكذا ومهدد وما حد شافه. هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ واحد عنده قضايا يطرحها وعنده مستمسكات وعنده قضايا، تفضلوا اسمعوا. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه في صلاة الجماعة رفع يدي حتى يقول الله أكبر، جتش امرأة قالت واغوثاه واغوثاه واغوثاه، شفيك شنو صاير؟ قالت أنا عندي سالفة، عندي مشكلة يا أمير،
أنه واليك فلان مكان هيك يسوي هيك يسوي هيك يسوي. الإمام عزل، استمعوا إلى أقوال الناس، استمعوا إلى مشاكل الناس، استمعوا إلى المفاسد التي تنقل من هنا وهنا، مو أنه تلجموهم تسكتوهم، والله فلان إعلامي سوى كذا يلا أنت أعطي ما أدري كذا وإلقاء قبض عليه. ليش؟ اسمعوا المشاكل، اسمعوها. إصلاح الأمور يبدأ من من؟ يبدأ من معرفة المشاكل حتى أصلح، إذا ما عرف شلون أصلح. نعم. الأخ صباح يقول أولادي وبناتي تأخرون في أداء صلواتهم حتى تنقضي، وبعض الأحيان أنا أضربهم. لا، الضرب لا. قلت حبب إليهم هذا الأمر، حبب إليهم الصلاة، حبب إليهم العبادة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. أبو عبد الله يقول رأي المرجعية في اتفاق الصين وكذا. أخي الكريم، المرجعية والمؤسسة الدينية والحوزة العلمية وكل المخلصين للوطن يريدون صلاح هذا الوطن، وصلاح هذا الوطن في أن ندخل في كل ما يكون ماذا يساهم في بنائه، يساهم في بناء هذا الوطن، سواء كانت صين أو غير صين، كل شيء يساهم في بناء الوطن نحن معه وندافع عنه ونطالب به، ونطالب به إذا كان شيء يصب في مصلحة وطننا بلا إشكال. أبو علي يقول أتكلم مع أولادي القيام وأضربهم على ذلك. قلت ليس صحيحا، الضرب ليس صحيحا، وإنما حاول أن تحبب إليهم الصلاة وتشوقهم على الصلاة وتعطيهم جوائز. قل اللي يمر أسبوع ما انقضت عليه صلاة أو ما فاتت صلاة إلا من عندي هدية، شوفوا شلون راحوا يسابقون في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادكم من كل شر، ويحفظ بناتكم من كل سوء، ويسر علينا ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه، ويرحم شهدائنا اللي كل يوم إحنا نسمع شهداء كل يوم، أيها مصيبة جديدة يوميا نسمع شهداء وقعوا بسبب الإرهاب. اللهم احفظ شبابنا، اللهم ارحم شهدائنا، عافي جرحانا، لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.